دلوقتي هنعمل مقارنة سريعة بين الـ AIS والـ GIS. أول حاجة الـ Construction، في حالة الـ AIS الوسط المستخدم أو الـ Medium Insulation Medium بيبقى الهواء، في حين إن الـ GIS بيبقى الـ Insulation Medium هو غاز الـ SF6، وده غاز خامل أتقل من الهواء، ما بيشتغلش. مشكلته الوحيدة إن هو لو حصل ليك، بما إنه هو أتقل من الهواء فبيبقى في طبقات الأرض، بيبقى أقرب للأرض والهواء بيطلع فوق، فلو حد نايم أو حد قاعد في السويتش جير ممكن يحصل له اختناق من غير ما يحس. بالنسبة للهواء، عزل الهواء الجاف حوالي 3 كيلو فولت لكل ملي متر، في حين ان الـ SF6 عزله تقريبا 5 مرات الهواء. طيب التركيب، تركيب الـ GIS اسرع ب 30% من الـ AIS، يبقى الـ AIS ابطا. بالنسبه للسايز طبعا اكيد الـ GIS اصغر او مور كومباكت زان الـ AIS. طب بقد ايه؟ بحوالي نسبه 35%. طب بالنسبه للاوبريشن في حاله ان هو بيعمل اون او اوف او فولت كلير، هنلاقي ان في الـ AIS بيبقى فيه ارك فلاش ولازم يتحسب، ولازم تجيب الديسك كونكتور او السيركت بريكر مناسبه للارك فلاش اللي هيحصل، في حين ان الجي اي اس بيبقى الارك فلاش اقل بكتير جدا او نادر. هنيجي بعد كده للصيانه. الاي اي اس بيتطلب صيانه بشكل دوري على الاقل كل سنه، في حين ان الجي اي اس صيانته بتبقى اقل بكتير. الانيشال كوست الاي اي اس اقل من الجي اي اس، يبقى الجي اي اس الانيشال كوست بتاعته زياده تقريبا على الاي اي اس بنسبه 50%، ولكن على اللونج تيرم او على المدى البعيد الجي اي اس بيوفر من 10-40% نتيجة ان صياناته اقل، سبير بارت اقل، مان باور طبعا اللي بتعمل عمليات الصيانة اقل، فبيوفر معايا في دي في الرننج كوست على اللونج تيرم. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن كل حاجة فيما تخص الـ AIS والـ GIS. طب استخداماته، غالبا كل الميديوم فولت بيبقى AIS، او سوري GIS بتبقى استخداماته الهاي فولتج، يعني نقدر نقول من 60 او 66 كيلو فولت لغاية 220 وفيما فوق.